مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في النصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية وعاصمتها بيونغ يانغ، وهي كذلك أكبر مدنها. يفصلها عن الجارة الجنوبية شريط بري عازل، وتحت ستار الأمم المتحدة تم ترسيم الحدود بين الجارتين على خط العرض 38. يترأس كيم جونغ أونغ البلاد منذ العام 2011، ويشغل مرتبة دايجانج في الجيش الشعبي الكوري، وهي رتبة عسكرية تكافئ فريق أول. يسيطر القطاع العام على مفاصل الاقتصاد، حيث يدير حزب العمال الحاكم وجيش الشعب الكوري وأعضاء مجلس الوزراء جميع الشركات التي تتعامل بالنقد الأجنبي. وبحسب المعلومات المتوفرة، لا يوجد نظام ضريبي فعال، وتملي الحكومة كل جزء من الاقتصاد وتوجه جميع الأنشطة المهمة. تمثل الصناعات المملوكة للدولة تقريباً جميع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن في المقابل يستنزف الإنفاق العسكري الكبير الموارد الشحيحة. وفي هذا الإطار تعتبر الشركة الكورية لتطوير تجارة التعدين من أهم مصدري الصواريخ الباليستية في العالم، بالإضافة لبعض الأسلحة التقليدية. لا تنشر حكومة كوريا الشمالية عادة بيانات التجارة الدولية، لكن يتم الاستناد إلى أحصائيات الدول الشريكة لاستنتاج المعاملات الخارجية، وذلك من خلال تقارير تلك الدول إلى صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مع استكمالها ببيانات من مجلس التوحيد الوطني الكوري الجنوبي. وعليه فإن الواردات تتجاوز الصادرات باستمرار، وبعد أن بلغت ذروتها في أواخر الثمانينيات انخفضت التجارة بشكل كبير في التسعينيات. تهيمن منتجات الموارد الطبيعية والمصنوعات الخفيفة على صادرات كوريا الشمالية، أما الحبوب والبترول والوسائط الصناعية فهي أكبر فئات الاستيراد. وبحسب معطيات حكومة كوريا الجنوبية، تبلغ احتياطيات الذهب لبيونغ يانغ حوالي 2000 طن. أدت العقوبات إلى عجز اقتصاد كوريا الشمالية وجعله محصوراً بالتبادل التجاري مع الصين. تستحوذ الأخيرة على جزء أكبر من الواردات والصادرات وبأرقام تتجاوز 80%. وعلى هذا الأساس سمحت بيونغ يانغ بإدارة عجز ثنائي سنوي يبلغ حوالي 500 مليار دولار منذ العام 1995. والواقع بأن بروز الصين في تجارة كوريا الشمالية سيكون أكبر إذا تم حساب معاملات المقايضة والمساعدات في هذه الأرقام، باعتبار أنها تمول أكثر من نصف العجز الكوري الشمالي.
أثر اتباع كوريا الشمالية لاستراتيجية التخطيط المركزي للاقتصاد إلى عدم إدخالها ضمن منظومة التجارة الدولية وتوظيفها ضمن زيادة الدخل والرفاهية. جلب الإنفاق في فترة السبعينيات من أجل التحديث العسكري زيادة في المديونية مقارنة بالأرباح الضئيلة المتأتية من الصادرات، لكن مع مرور العقد الأخير من القرن الماضي أصبح النظام أكثر انفتاحاً للتجارة والاستثمار الدوليين، لكنه لم يوسع التبادل القائم على السوق. ومع دخولها الألفية الجديدة أصبحت كوريا الديمقراطية اقتصاداً يعتمد بشكل متزايد على المساعدات. الأرقام الرسمية للتجارة محدودة، لكن يسمح بمشاركة أجنبية متواضعة من خلال مناطق اقتصادية خاصة، حيث تتم الموافقة على الاستثمار على أساس كل حالة على حدة، كما ويخضع القطاع المالي المغلق لسيطرة مشددة من قبل الدولة. وبالنظر إلى عدم مقدرة كوريا الشمالية الوصول إلى القنوات التقليدية للتمويل الدولي، فقد أشارت بعض الدراسات أن تمويل العجز التجاري المزمن يتم عبر ما تبيعه بيونغ يانغ من الأسلحة الصغيرة والتدريب والاستشارات وحصيلة الموارد القادمة من المغتربين، كما أنها تحتفظ بثالث أكبر مخزن للأسلحة الكيميائية في العالم، وتتلقى مساعدات رسمية على شكل اتفاقيات ثنائية أو من خلال وكالات الأمم المتحدة، وبشكل أساسي برنامج الغذاء العالمي. لكن العقوبات لم تثني جمهورية كوريا الشمالية عن إيجاد أساليب لتصدير منتجاتها، فبحسب تقرير للأمم المتحدة فإنها صدرت في العام 2017 سلعاً محظورة بموجب العقوبات الدولية، مما سمح لها بجني ما يقدر ب 200 مليون دولار. ويتحدث التقرير خصوصاً عن تصدير الفحم الحجري، كما أن فرض 4 مجموعات من العقوبات الاقتصادية أدى إلى ظهور سوق مربحة للمهربين الذين يسعون إلى مد بيونغ يانغ بالنفط والسماح لها بتصدير مواردها الطبيعية. يحتاج الاقتصاد الكوري الشمالي بشدة إلى شيئين لتلبية الحد الأدنى من متطلبات البقاء، وهما الغذاء والطاقة. هناك عجز غذائي يبلغ حوالي 2 مليون طن، كما أن هناك اعتمادية كبيرة على النفط المستورد لتوليد الوقود والأسمدة لاستخدامها في النقل والزراعة. ورغم أن دونالد ترامب يعد أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية، حيث جمعته قمتان مع الزعيم كيم، إلا أن ذلك لم يقدم انفراجة للاقتصاد المتهالك، فالشرط الأساسي لكسر عزلة البلد هو التخلي عن برنامجها النووي والباليستي، والذي يبدو أنه أمر بعيد المنال في المدى المنظور.